لسه طبعا بنحتفل بأبطالنا في البارالمبياد. البطل المصري محمد المنياوي أول من أحرز الميدالية الذهبية في هذه النسخة. بطل رفع الأثقال البارالمبي نجح في التتويج بالميدالية الذهبية في بارالمبياد باريس 2024. ميدالية المنياوي زي ما شاذلي قال هي الميدالية الأولى للبعثة البارالمبية في باريس، فأول مشاركة لي في دورات البارالمبية. معانا على التليفون الحاج سعد المنياوي والد اللاعب محمد المنياوي. يا حاج سعد صباح الفل. يا صباح الفل يا فندم. ايه الفرحة دي؟ يا مرحبا، ألف مبروك. الله يبارك فيك، الله يكرمك يا فندم. أول يكرمك. مشاركة في البارالمبيات وأول ميدالية ذهبية ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله، ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا والله، الحمد لله. احكي لنا، كلمك قال لك ايه؟ لا هو من ناحيه ما قال لي كان بعد الماتش بتاعه على طول مباشره بحوالي تقريبا 5 دقائق او 10 دقائق على ما طلع من الصاله بس. لقيته بيتصل عليا، وده كان اتفاق ما بيننا يعني. ايوه كان اتفاق ما بيننا ان هو قبل الماتش يتصل عليا وبعد الماتش يتصل عليا. تمام. فقبل الماتش بحوالي تقريبا يعني وهما داخلين الصاله اتصل عليا، بابا ادعي لي وخلي ماما تدعي لي وخلي جدتي وخلي اهل البلد كلهم يدعوا لي. ودعيته؟ طبعا. احنا بندعي له والله يا فندم من اكتر من 6 شهور. اصل احنا كمان كنا بندعي معاكم. اكيد اكيد طبعا اكيد طبعا اكيد. يعني هو يا حاج سعد هو طالع من هنا وعارف انه راجع يجيب ميداليه. هو كان ده التارجت بتاعه يا فندم والله. يعني ده التارجت بتاعه من اول ما بدا لعب خالص من حوالي 6 سنين. بدا من 6 سنين. طب مشواره في اللعبه كان عامل ازاي؟ من اواخر 2018. مشواره في اللعبه كان عامل ازاي؟ لا مشواره كله تعب وكله ارهاق وكله. احكي للناس عشان تعرف، بس احكي للناس عشان الناس تعرف انه الوصول للمكان ده انك تبقى بطل وتحصل على ذهبيه وترفع علم بلدك والنشيد الوطني يعزف في مكان زي ده مش بالساهل على الاطلاق. فمشواره كان عامل ازاي؟ دي حضرتك دي والله يا استاذ محمد قصه ثانيه خالص خالص خالص، يعني مش سهله. يعني الواحد مثلا احنا من بره نقول ده الموضوع سهل والموضوع ان هم ممكن ان هم يعني ليه الهاله الاعلاميه الجامده قوي ديت عليهم؟ لا حقهم طبعا. لما الواحد جرب حضرتك وشفت ابني وهو يعني من 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 اول ما ابتدى اللعبه خالص وفي حاله تركيز، يعني بيتدرج بقى من البدايه خالص، بقى من بدايه ما بدا اللعبه خالص لغايه ما لهنا، والحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى انه يحصل على الميداليه. لا حاجه ثانيه خالص والله، حاجه ثانيه خالص خالص. يعني ما كانش بيلعب رياضه من قبلها؟ نعم. ما كانش بيلعب رياضه ثانيه من قبلها؟ هو بيلعب بقاله 6 سنين بس؟ انه حته خسر القامه دي كانت عامله له مشكله. فما كانش في رياضه ثانيه ان هو يقدر يمارسها. يعني طبعا كره القدم ما فيش الحاجات دي. هو كان تركيزه كلياته في الدراسه على اساس ان هو يبقى يعمل حاجه لنفسه والاهل بيته. ايوه يعني كان يعني لو حضرتك تعرفي قصه محمد والله بصراحه حاجه يعني الحمد لله حاجه تضرك. طب ما تقول لنا يا حاج سعد. حاضر. يلا. هو من البدايه خالص طبعا من اول ما اتولد، ويعني حته بدات تبان من حوالي من بعد 2 سنين او من 3 حته انه هيطلع من قصار القامه. لان طبعا انا ووالدته قرايب من الدرجه الاولى. أيوه. والدته تبقى بنت عمتي. ايوه فطبعا انا عشان دارس الكلام ده وعارف الكلام ده فما كانش في مشكله بالنسبه لي. فهو بدأنا نروح لدكاترة ومش عارف ايه، ويعني والحمد لله من فضل ربنا علينا ان احنا صبرنا، وربنا سبحانه وتعالى ادانا الحصاد بتاعنا ده في الميدالية اللي محمد جابها دلوقتي ما شاء الله. فهو محمد الحمد لله يعني من حوالي كان وقتها في 2018 او في 2018 كان في الثانوية العامة. ومن الثانوية يعني كان فيه اتفاق ضمني ما بيني انا وهو وامامه وجده الله يرحمه. الله يرحمه. على انه ربنا يعني يذاكر ويجتهد على انه يطلع دكتور. فما يعني كنت انا حصلت لي وعكه صحيه كده وعملت فيها عمليه. بعد الشر عليك. في القلب. فهو كان يعني قدر ربنا سبحانه وتعالى ان العمليه تكون في وقت ما كان بيمتحن الثانويه. فطبعا كان هو موجود معايا والله على طول في المستشفى في المحله.
في مستشفى القلب في المحله، هو وامامه الاثنين عم محمد وعم مسعود كانوا موجودين معايا الثلاثه. بس كان محمد بيروح يمتحن ويجيني جاري على هناك، فما كانش بيلحق ان هو يذاكر في الفتره دي. ايوه. فيعني طبعا دي اثرت على الـ 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 الامتحانات بتاعته. يعني نقول ما كانش في توفيق في كليه الطب اللي هو كان حاططها. أيوة. بالنسبه له واحد من احلامه. فدخل مع كليه الخدمه الاجتماعيه في كفر الشيخ. فطبعا كان هو في الوقت ده زهقان وزعلان ازاي ان انا ما توفقتش. فقلت له والله ربنا سبحانه وتعالى قدر كده، فخلاص نحمد ربنا على اللي هو مقدرهن، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى شايفين حاجه ربنا احسن. عوضه يا حاج سعد. ربنا عوضه تعبه ومجهوده ووقفته جنبك. الحمد لله. وقفته جنبك وانت في المستشفى، فربنا كرمه. فبعد كده وهو ماشي في يوم من الايام كده، واحد من زملاته قال له ايه، ما تيجي اما نروح نحوض على الجيم ده كده نشوفه. انا بلعب هناك. كان الجيم ده بتاع الكابتن علي العمده، ده من طنطا وراجل من يعني الناس من اخلص الناس والله في اللعبه دي بصراحه. فالكابتن شيء طالع قدرا كده من عند ربنا سبحانه وتعالى، طالع قدام الباب فشاف محمد رايح جاي، يقول له تعالى يا ابني انت في حاجه؟ انت بتبص على اليافطه بتاعت الجيم ليه؟ قال له والله دي حضرتك انا نفسي عايز العب اي رياضه انها تخرجني من الحاله النفسيه اللي انا فيها. قال له طب تعالى اتفضل. عرفه، دخل المكان، جه بالليل قال لي يا بابا انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا، فايه رايك؟ قلت له والله روح، وربنا يمكن ربنا سبحانه وتعالى مقدر لك حاجه فيها الخير للايه؟ في المكان اللي انت هتكون فيه ده. فراح هناك في اوائل 2019 او في اوائل 2019 اللي هي بحوالي 6 شهور تقريبا. الكابتن علي شاف ان هو ممكن ان هو يعني هو كان بيلعب لعب عام كده، بدا ان هو شاف فيه ان هو ممكن يبقى يعني يبقى حاجه. وطبعا دي هتبقى لاسم الكابتن علي تنسب له بصراحه. فالكابتن علي قال له والله يا محمد انت تنفع في رفع الاثقال كويس، يا ابني ايه رايك يا ابني ما تيجي ايه ندخل تخش معايا في رفع الاثقال؟ قال له خلاص ماشي يا كابتن. بعد ما خد رايي قلت له خلاص توكل على الله. لعب تقريبا حوالي سنه، بدا يلعب بدا ان هو يلعب على نفسه كويس ويجتهد فيها في اللعبه، لغايه ما بعد كده الكابتن علي خده قال له ايه طب ايه رايك بقى هنعمل نروح بقى التصفيات بتاعه المحافظه نحترف بقى. محافظه هنا محافظه غربيه لان احنا من طنطا. فدخل دخل التصفيات بتاعه المحافظه، ربنا كرمه وخد فيها اول ما شاء الله. الحمد لله من فضل ربنا علينا والله. بعد كده بعدها بفتره برضو بعد كده تعود بقى من اول جمهوريه ولا من اول تصفيات محافظه الغربيه لاول العالم في البارالمبياد. لا بدي لازم اتدرج فيها في من بدايتها. أيوة. محافظه على مستوى المحافظه على مستوى الجمهوريه. لما دخل المحافظه على الجمهوريه برضو الحمد لله ربنا كرمنا فيها وخد اول ما شاء الله من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا في الميزان اللي هو 59. دي كده الكابتن علي برضو خده وعرفه على الناس بتاعه المنتخب على المدربين بتوع المنتخب. يعني هم شافوا فيه برضو حاجه احنا من يعني حاجه ان احنا ما نعرفهاش، يعني الناس اللي بره ما تعرفهاش ان هو ممكن يكون بطل، ودي كانت دي زرعوها فيه بصراحه. يعني وفرحنا وشفنا الميدالية وشفنا علم مصر بيترفع وسمعنا النشيد الوطني. يا حاج سعد ربنا يفرحك بابنك البطل، احنا سعداء جدا بالنتيجة اللي هو عملها وسعداء كمان بدعمك ليه الحاج سعد المنياوي والد اللاعب محمد المنياوي. احنا سعدنا بمكالمتك معانا، شكرا جزيلا ليك. شكرا جزيلا يا حاج سعد والف مبروك. وبعدين عايزين برضو زي ما انت فعلا توجهتي له بالشكر لدعمه لمحمد، نتوجه كمان بالشكر لكل الرياضيين اللي قابلوا في طريقهم حد زي محمد وحد زي رحاب ووثقوا فيهم وامنوا بموهبتهم ودعموهم وقالوا انتوا هتبقوا حاجه. كشافين المواهب. برافو عليك، من هو ده اللي كنت عايز اقصده فعلا. عينيهم كويسه، قدروا يلمحوا للناس دي بذره بطل زي ما بنقول، وبالفعل توقعاتهم كانت صح وشرفونا وشرفوا مصر كلها. مره تانية مبروك للابطال، ودايما مشرفينا في كل المحافل الدوليه.